السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الصغار، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا لهذا اليوم هو في مكون النشاط العلمي، الموضوع تنفس الإنسان، الحصة الثانية، أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. الهدف تعلمي من هذه الحصة هو التعرف على أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. تعرفنا في حصة سابقة على أن الحركة التنفسية هي تتكون من شهيق وزفير، فخلال الشهيق يدخل الهواء عبر الفم والأنف، وبالتالي يعلو ويرتفع القفص الصدري ويزداد حجمه، وخلال الزفير يخرج الهواء الداخلي فينقص حجم القفص الصدري ويعود إلى حالته الأصلية. إذن هذا ما تطرقنا إليه في الحصة الأولى في موضوع تنفس الإنسان. إذن أول شيء سنقوم به في هذه الحصة هو ملاحظة الصورة، بعد ذلك سنطرح التساؤل ثم الافتراضات، وبعد ذلك سنتحقق من هذه الافتراضات. إذن لاحظوا صغاري هذه الصورة، والتي هي بعنوان يكشف الطبيب عن رئة شخص بمشاهدة باطنية. إذن هذه الصورة تبين لنا الرئة اليمنى والرئة اليسرى. إذن هذه الرئة تكون بطبيعة الحال مغطاة بالقفص الصدري الذي تحدثنا عنه في حصة سابقة، فقد تعرفنا على أن القفص الصدري يزداد حجمه ويعلو أثناء عملية الشهيق، حيث يدخل الهواء كما قلنا عبر الفم والأنف ويصل إلى الرئة. من خلال هذه الحصة سنعرف مسار الهواء، أين يدخل الهواء، وما هي الأعضاء التي يمر عبرها. إذن التساؤل الذي سنطرحه في هذه الحصة، ما أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان؟ إذن فلنكتب التساؤل، ما كما قلت ما أعضاء الجهاز صغاري اكتبوا معي التنفسي لدى الإنسان. ننتقل الآن إلى الافتراض. إذا قلنا بأن الهواء أثناء عملية الشهيق يدخل عبر الأنف، إذن سنفترض أن الأنف هو عضو من أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. سنكتب أولا الأنف، قلنا أيضا أن الهواء يصل إلى الرئتين، إذن الرئتان أيضا هما من أعضاء الجهاز التنفسي، فلنفترض ذلك الرئتان. وأخيرا القصبة الهوائية، فلنفترض أيضا أن القصبة الهوائية هي أيضا من أعضاء الجهاز التنفسي. إذن كنا من بين الافتراضات التي سنفترضها هناك الأنف، الرئتان، القصبة الهوائية. الآن سنتحقق من هذه الافتراضات. إذن التمرين الأول، أقارن حجم الرئتين وأكتب اسم كل عملية تنفسية. إذن لاحظوا صغاري الصورة الأولى، إذن يبدو القفص الصدري أكبر من القفص الصدري الذي يوجد في الصورة الثانية. إذن هذا يدل على أن هنا
تم إدخال الهواء إلى الرئة، وبالتالي ازداد حجم القفص الصدري. وهذه العملية تسمى بعملية الشهيق، كما رأينا سابقا تسمى بعملية الشهيق. فعملية الشهيق هي عملية إدخال الهواء إلى الرئة، إذن عملية الشهيق سنكتب هنا، فلتكتب صغاري معي، عملية الشهيق. وهنا في الصورة الثانية قلنا أن حجم القفص الصدري هو أصغر، وهذا يدل على أنه تم إخراج الهواء الداخلي، وهذه العملية تسمى عملية الزفير، وهي العملية العكسية، عملية الزفير. التمرين الثاني، أضع تبيانا للرسم جانبه باستعمال المصطلحات رئة، حنجرة، رغامة، أنف، قصبة هوائية. إذن لاحظوا صغاري الصورة هنا، لاحظوا الرقم واحد، الرقم واحد إلى ماذا يشير؟ نبهوا صغاري هنا، إنه يشير إلى الأنف. إذن فالهواء يدخل عبر الأنف، إذن فلنكتب أمام الرقم واحد أنف. ثم الرقم اثنان، لاحظوا الرقم اثنان هنا، ماذا تسمى هذه المنطقة؟ هي حنجرة، إذن سنكتب هنا حنجرة. الرقم ثلاثة، لاحظوا صغاري إلى ماذا يشير الرقم ثلاثة؟ يشير إلى الرغامة، هي عبارة، والتي هي عبارة عن أنبوب يمر عبره الهواء، إذن سنكتب رقم ثلاثة رغامة. انتبهوا إلى الرقم أربعة، هذه تسمى بالقصبة الهوائية، وهي التي تقوم بتوزيع الهواء إلى الرئة اليمنى والرئة اليسرى، إذن قصبة هوائية. ثم خامسا، بطبيعة الحال رئة هي التي يصل إليها الهواء. إذن نمر الآن إلى الجزء الثاني من التمرين رقم اثنان، أحدد بخط أحمر مسار الهواء المستنشق على الرسم. إذن صغاري بالنسبة لهذه العناصر التي قمنا بكتابتها هي عناصر الجهاز التنفسي، إذن سنقوم الآن بتحديد مسار الهواء الذي يمر عبر هذه العناصر أو عبر أعضاء الجهاز التنفسي. إذن أول شيء قلنا أنه يمر عبر الهواء، إذن يدخل الهواء عبر الأنف، ثم بعد ذلك يمر عبر الحنجرة، ثم الرغامة، ثم ليصل إلى القصبة الهوائية التي تقوم بتوزيع الهواء على الرئتين. إذن سأعيد، المسار أو مسار الذي الهواء المستنشق يمر أو يدخل عبر الأنف ليصل إلى الحنجرة، ثم يمر عبر من الحنجرة
عبر الرغامة ليصل إلى القصبة الهوائية التي تقوم بتوزيع الهواء على الرئتين. ننتقل الآن إلى السخلص. إذن سأقرأ: يمر الهواء المستنشق خلال التنفس عبر الأنف كما رأينا، عبر الأنف. وهنا رقم 2 الحنجرة. ثم عبر الرغامة. والرغامة ثم قلنا القصبة الهوائية التي تقوم بتوزيع الهواء ليصل إلى الرئة اليمنى والرئة اليسرى، القصبة الهوائية. ليصل إلى الرئة. تكون هذه الأعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان. إذا ننتقل الآن إلى السطمر. سأقرأ: يتعرف الطبيب على جودة التنفس باستعمال آلة قياس مرتبطة بالحاسوب. إذا لاحظوا هذه في الصورة هنا، هذه هي آلة قياس التنفس. إذن أبحث مع أفراد أسرتي وأحدد بعض أسباب اضطراب التنفس لدى الإنسان. إذن صغاري، من أسباب اضطراب التنفس بطبيعة الحال هو تنفس هواء ملوث في أوساط مغلقة، أي في مكان غير مفتوح. إذن هذا هو السبب الرئيسي لاضطراب التنفس لدى الإنسان، حيث يؤدي ذلك إلى أمراض تنفسية. حينئذ يلجأ الإنسان بطبيعة الحال إلى زيارة الطبيب وقياس جودة التنفس باستعمال هذه الآلة. إذن سنكتب: من أسباب اضطراب التنفس هو تنفس هواء ملوث في أوساط مغلقة. وبهذا صغاري نكون قد أنهينا حصة اليوم من النشاط العلمي، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.